بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت العنوان Adding Text Variables المثال الأولاني راح نتكلم عن الـ Text Variables. بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الـ True or False Variables وحاولنا نمثل بمثالين بشكل توظيفي في إنتاج برمجية، هنحاول نستخدم الـ Text Variables. الـ Text Variables نوع من أنواع المتغيرات بنحط فيها Text عشان نستخدمها بغرض برضو معالجة، بنحط فيها بس الفرق بإنها بتبقى مخازن لمتغيرات نصية يا جماعة. المثال بتاعنا بمنتهى البساطة، لو عملنا بريفيو للسين، انا عندي سلايدين يا جماعه. السلايد الاولانيه بقول له والله اكتب لي اسمك، بمجرد ما انه يكتب اسمك واضغط على دخول هيوريني السلايد مكتوب فيها اهلا وسهلا والاسم اللي كان كاتبه. لو عملنا بريفيو للسين ديت عشان نشوف تطبيقها، هيبتدي اليوزر يكتب اسمه ولنفرض مثلا علي، يضغط على دخول تيجي له اهلا وسهلا علي وايا يكن اي نص. ده اللي احنا هنحاول نحكيه يا جماعه بمنتهى البساطه اللي حصل. خلوني نرجع للسلايد الاولانيه. انا كل اللي انا عملته اني عامل ديليت للقصه ديت. يا جماعه انا مش داخل طبعا التصميم ده سهل وبسيط، ده كلهم عباره عن تكست بوكسات وشيبس، ده عباره عن تكست بوكس وده عباره عن شيب وده عباره عن تكست بوكس من تحت وده زرار وده التكست انتري، ده عبارة عن برضو تكست بوكس. الشاهد كل اللي انت هتعمله ان انت هتروح لقائمة انسيرت بعد ما تخلص تصميمك ايا يكن، هتروح لقائمة انسيرت ومن انسيرت تبتدي تضغط على في الكنترولز حاجة اسمها الداتا انتري. تحت الداتا انتري عندك نقطتين، الاولانية تكست انتري فيلد، التانية عبارة عن نيوميريك انتري فيلد. احنا مش بصدد الحديث عن النيوميريك، كمان شوية هنتكلموا عنه، احنا بصدد الحديث عن تكست انتري يا جماعة. طب هو في الاول قبل ما انا اتكلم على التكست انتري المفروض ان انا افضي، لاني انا عندي تكست انتري في الاول، فانا المفروض ان انا احذف الدات عشان ما يبقاش عندي كده حاجه. طيب مره تانية اروح للكنترولز وادرج التكست انتري بايدي، هيبتدي يقول لي والله اكتب لي النص اللي انت عايز تكتبه هنا. ده عباره عن نص هنت تلميحي بيظهر زي بالظبط وانت بتعمل ريجستريشن في الفيسبوك، بيقول لك من فضلك اكتب ميلك هنا، ده النص اللي هيظهر في الخلفيه يعني. تمام، اقول له لنفرض انا مثلا اكتب من فضلك مثلا اكتب اسمك هنا اضغط دخول. بي كبرها شوية وخليها في النص. تمام شباب، ده القيمة الافتراضية دايركتلي، هو اوتوماتيك يا جماعة. اول ما ابتدي بدرج تكست انتري بتلاقيه هو حاطط لك تريجر وسماه تكست انتري، set تكست انتري ايكوال تو فاليو هو ان كنترول لوزس فوكس. بمعنى ادق يعني ايه، نشوف التريجر بتاعه هو يا جماعة. اسف، بيقول لي set تكست انتري ايكوال تو ذا تايبد فاليو، خلي لي التكست انتري مساوي لقيمه معينه وان ذا كنترول لوزز فوكس، لما يجي الكنترول عليه. تمام رايت، هنلاقيه هو دايركتلي بشكل تلقائي يا جماعه في متغيراتي حط لي فاريبل من نوع تكست انتري، نوع تكست. لو انا عملت اديت عليها الاقيها يا جماعه من نوع تكست وانت واسمه، انا ممكن اعمل كنترول عليه بس انا مش هنعملها يعني. تمام جاست هكنسل على كده، وانا ما استخدمته، انا اوريدي ما استخدمتوش قبل كده يعني. تمام هو بس حاسس ان هو واحد لان انا كنت مستخدمه قبل كده بنفس الاسم اقصد يعني، فاعمل اوكي. هروح عند السلايد الثانيه، يبقى هو هنا يبتدي يكتب الاسم بتاعه بعدين يضغط على دخول. اروح على السلايد الثانيه، لو كنت عايز احط النتيجه محتاج طبعا اني ادرج الريفرنس ده. تمام يعني انا كان عندي ريفرنس مسميه انتري اللي هو القيمه اللي هتتحط فيه، القيمه اللي هتتحط فيه مين اللي هيدخلها، يدخلها اليوزر، فانا محتاج دلوقتي المخرج بتاعها. فاروح ادرج تكست بوكس يا جماعه هنا، وجوه منه اروح برضو لقيمه انسيرت عشان ايه اكزاكت يا جماعه، اروح للريفرنس واعمل كنترول على الريفرنس ده واقول له اوكي. تمام انا طبعا ممكن اعمل كنترول عليه في قائمه هوم، ممكن اقول له يكبر شويه يبقى بولد، اغير في حجمه، اروح لقائمه فورمات اخليه الاين في النص، اعمل الكنترول بتاعي اروح لقائمه هوم واخليه برضو في النص ايا يكن يعني يا جماعه.
ده قيمة التيكست انتري. فانا انا عملت بريفيو للسين كده بمنتهى البساطة. اول ما هيظهر لي نفس المشهد وبيقول لي اكتب اسمك هنا، بمجرد مني اكتب مثلا اي اسم واضغط على الدخول هلاقي اهلا وسهلا والاسم اللي انا كنت كاتبه. ديت الفكرة اللي احنا ممكن نستخدمها في الشاشة الترحيبية، او لو كنت انت عايز تحت معيار اليوزر فريندلي، ان البرمجية تبقى فريندلي مع المستخدم. ديت بتفيد طبعا في نواحي مختلفة من البرمجية بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.